ازاي تخلي البنات تحبك؟ اكيد اجت عليك فترة وفتحت جوجل وكتبت ازاي اخلي البنت تحبني، او مثلا ازاي اخلي البنت تعجب بيا. لازم تطبق الحاجات دي عشان تحبك. جيب لها كريب، اكلها شاورما، جيب لها بيتزا، شيلها وديها الملاهي، اعمل لها مفاجأة، جيب لها هدايا كتير، يعني من الاخر اسرق لها. لما تيجي تعمل لها مفاجأة جيب لها وردة من ام 2 جنيه او طحم من اي جنينة، هتلاقيها فرحت قوي. وعشان تطمنها اكتر هتلاقي شوكولاتة كتير، طبعا هي هتفرح جدا، هتاكلهم كلها عشان هي طفصة، بس بعد كده هتتخن وبقى بيني اللي عرفت تشيلها. بص خليها تتجنب بيك وما تحسش انك بخيل، بس اوعى تقول لها انها تخنت وهدومها مش لايقة عليها. خليك منافق يعني، خد بالك البنت بتحب الولد اللي بيتكلم كتير، فخليك رغاي. شايف الموضوع بسيط ازاي؟ بص هو الموضوع بسيط جدا بس محتاج شوية اهتمام بالتفاصيل. خليك محترم معاها بس مش قوي، ما تبقاش عصبي وفي نفس الوقت ما تبقاش بارد. ما تقوليش ازاي، اسمعها واهتم بالتفاصيل وهي بتحكي لك كل حاجه. حاول تحسسها اهميه حياتها بالنسبه لك، واهتم قوي بالتفاصيل الصغيره دي، دي اهم من العلاقه نفسها. خليك تقيل بس مش قوي. بص حاول اعرف هي بتفكر في ايه، ما تقوليش ازاي، اتصرف. قول لها ان هي احلى واحده انت عرفتها، اكدب يعني، وما تعملش فيها نصح عليها، ده لمصلحتك. ودايما تاخد رايها اللي ملوش اي 30 لازمه، ولو بتكلمك في موضوع او تقطعها وديها فرصه تحكي لك، واوعاك تنتقدها في اي حاجه ممكن تنصحها. افضل ابعت لها اغاني كتير لما تيجي تكلمها على الواتس او على الماسنجر، ويكون محمود العسيلي او محمد حمائي هتلاقيهم مندمجين جدا مع الاغاني دي، وتعامل معاها بشكل عادي جدا كانكم صحاب عشان تكون تقيل. ولو بتحكي لك حاجه استحملها 5 ساعات مش خساره فيها. خليك محترم صافي في نفسك كده، ما تسالنيش ازاي. خد بالك لو لاحظت منك عصبيه تتقفل منك بسرعه، واهم حاجه تكونوا شبه بعض، تقول لك انا بحب الاغاني الرومانسيه ولا وانا كمان عشان تحبك. واخر حاجه خليك حنين معاها، لانك في نظرك تبقى راجل عظيم. نصيحة مني ليك، لما تيجي تحب بنت تكون متاكد من ده عشان تكون بتراعي ربنا في البنت اللي بتحبها، وعشان ما تكونش بتسلب بنات الناس. انت بتعمل ايه يا ولا؟ انا على فتت عربيات ولا كده صح، ما ترتبطش خالص ولا انت هلا. يلا يا واطي يا ابن الكلب يا وسخ. ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ولو عايز تسيبني فيسبوك انا سايبه في الفيسبوك التاني تحت في الديسكريبشن. يلا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سلام. When you see me say mashallah, look at my eyes, look at my life. Price went up, say mashallah, look at my car, look at my yard. Thanks to Allah, say mashallah, look at my health, look at my wealth. Man's doing well, say mashallah, look at the gang, look at my fam. Check my account, say mashallah, look at the ice, look at my life. Price went up, say mashallah, look at my car, look at my yard. Thanks to Allah, say mashallah, look at my health, look at my wealth.